بالظبط. احكي لنا بقى عملتي ايه؟ امتى بقول لك؟ استني. شوف طبعا زي ما حكيت لك في الاول انا يعني لقيت الناس عاملين اغاني على اليوتيوب وبتاع ف يعني قلت خليني اعمل زي الناس. اوكي فكنت عاملها عايزه اعمل لها سربرايز وهي ليل ونهار لازقه فيا رايحين جايين مع بعضينا عشان انا مستغربه. فانا عملت ايه بقى؟ عملت ايه؟ عملت ايه بقى؟ كلمت واحده صاحبتي ان هي تخليها عندها. يا نهار مش طراكي. معقول الليلي معقول الليل راح بتروح؟ معلش تاني الكوبليه. انت زي ما صوتك كويس، في صوت سماعه عالي على ودنك، يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ لا كويس تمام. كويس تمام. قلت لها ايه؟ اعملي بقى ايه؟ طيب قول لها ماما مش هينفع ده مشوار لازم اروح لوحدي. رحتي لها بقى مين؟ طنط جيلان. ايوه انا عارفه عرفت اليوم. شوف فقلت لها كلمت بقى صاحبتي قلت لها ايه شوف اعملي لي اي حاجه بتاخدي داليا عندك عشان انا لازم اروح اصور. مش بغدي بزعق. لا لا ما هو انا انت ممكن تجيبيها برقه شويه. ممكن ترقيه شويه للغنى. انا عايز اسمع الفوكالات لوحدها. كبريت البنوته قال يا ست الكل. لا خلي بالك شفتي في مره بتقولي كبرت ومره تقولي داليا. ليه بقى رد فعلك ان انت لما شفتيها ماسكه مايك وبتغني لك كبرت البنوت؟ افتكرت ان هي هتبقى عارف اللي هي البلاي باك اللي هو يعني حاجه شغاله وهو بتمثل كده ان هي بتغني يعني هتبقى اغنيه عاديه طبيعية جدا وهو بتمثل ان هي بتغني. اكيد مش هتغني يعني لحد ما قالت حتى كبرت البنوتة عملوا ده مش صوت ماما. كبرت البنوتة كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل. يعني هو بتغني كده تفريح يعني. وبعدين لقيت في داليا في الموضوع احمد برهامي ده في موضوع ده الموضوع بجد بس كده بس ماما انا مش عارف الموضوع اصلا انا ولا مش انا فرحه يعني الاغنيه دي مكتشفه ان هي متصوره لينا بعد كده دي بجد ولا حاجه ولا هزار بس وبشكر طنط ويدنج تو المفاجاه الحلوه دي بجد مبسوط جدا انت نورت مع فريق ويدنج تون والف الف مبروك عقبال بقى اغنيه البيبي ان شاء الله. اتفضلي. انت جبتي الناس دي منين؟ بنزل. ايوه هي مش عايشه هنا وصلت مش عايشه في مصر مش عايشه في مصر ما انا عايزك تحكي بقى انت ازاي. بصي انا عملت سيرش على اليوتيوب. تمام. بصي بقى انا حاسس بتغني وانت قافله بقك شويه ده جاي من الكسوف. لا هو انا مش يعني محترف. لا انت صوتك كويس يعني قايله المطلوب. أوكي. بس الاداء بقى لازم تفتحي بقك فيه. كنت بتشوفي زمان ستار اكاديمي ستار اكاديمي الفوكاليز والحاجات دي كانت في واحده بتقول افتح تمك. ايوه زي التفاح. فانت لازم تفتحي بقك علشان تقولي اللحن كويس وعلشان كمان يعني يبقى فيه فول باور. فكبرت البنوتة كبرت ست الكل. بصي انا بقي مفتوح وببتسم. طيب بس ده اللي فاضل هيبقى حاجه كويسه ان شاء الله. هم بسم الله ما شاء الله طلعوا ده بعد شفت حاجات كده كده ريفيو صغير عنهم بتاعه. فايه وصلت معاهم على الواتساب يا جماعه انا عايزه اعمل اغنيه كذا 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 وبعت لهم الاغنيه. انا عارفه من ورا جوه من عندي انا جوهت من عندي كده انا عارفه من ورا بره قلت لهم زودوا لي حته عارفه انها هتعمل اغنيه انا عارفه من ورا فاكره ان هي بتعمل كده يعني قالت لك قالت لي وانا قالت لك مش لحد. تمام دي زودتها على الاغنيه حته في الاول بتاعت الصغيره. بس على فكره ماما طلعت فعلا موهوبه يعني على فكره كمان في سنس كده في سنس في سنس كمان وزيها حلو فعلا اكيد. طب احنا ما قلتليش ليه كنا بقى يعني كنا سلطنا عليها حد تاني عملنا لها الاغنيه. طب ليه داليا بتغني؟ طب غني لنا بقى حاجه داليا. لا لا ماما بقى بصي يا حنان يا حنانه انت مش قادره يا جماعه اسبوع تعبانه بس يا طنط ايه لو بتحبك زي ما انت بتحبيها عملت لها الاغنيه. ده نص دقيقه 30. لا لا طبعا. طب اثبتي لها ان انت بتحبيها وغني حاجه لماما ست الحبايب. قولي لي الاغنيه وانا غنيها.
ستة حلوة. لا لا ماما يا حلوة. لا الأغنية بتاعت تامر حسني والناس بتاعت أمي. لا خلاص شو غنيت لا لا تنام بليالي الشتوية وعديت ونعد الايام تصارت صبي. شو غنيت لا لا تنام بليالي الشتوية وعديت ونعد الايام تصارت صبي. قهرت تعذبت سنين كرمال عيون الحلوين لما صارت بالعشرين احمد برهام يطل طل تياخدها وبيفل كبريتي.